صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في ترك نوح عليه السلام لابنه لما انعزل عنه، هل في ذلك فائدة؟ نوح ما ترك، الابن هو الذي ترك أباه، وإلا نوح يقول اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يترك هذا حتى حال بينهما الموج، صار ما يراه ولا يسمع. نعم، من شفقته عليه. نعم، وبل إنه بعد ما انتهى الأمر وانتهى الغرق ويبست الأرض قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، عاتبه الله قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم.